السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا آلة متعددة الاستعمالات غادي نخدموا فيها غير في الدار وتعطينا نتائج جيدة مثلها مثل صالة ديال الجيم. إن شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا. طبعا هنايا كنديروا واحد البونجا في الأرض باش كيتحط عليها الثقل باش ما كيوقعش الصداع ما بين كنت تكون خدام ما كتبقاش تسمع الثقل كيتسمع بالجهد. مثلا ملي كنكونوا خدامين هنا كتهزوا تحط ما كيكونش الصداع شي بحال الا حيتي البونجا وكان داك الثقل كيتسمع مع الارض بالجهد غادي دير الصداع وغادي يبرزطك في التمرين ديالك. بالنسبه لهاد الربطه هادي ما تخافوا منها حتى حاجه، راه كيستعملوها البنايه اكثريه. انا نيت خديت الفكره من عند واحد البناي كيهزوا بها اكثر من 50 كيلو 60 كيلو 70 وما كيوقع والو. الناس اللي في الدومين راه عارفين هادشي. بالنسبه لهاد الجعبه هادي كتقام عليك رخيصه حتى هي. هاد الكرو هذا راه داير 10 دراهم عند دروغري، لا هو ولا هاد الاخر ما عرفتش داير شي 4 دراهم. بالنسبه لهاد اللعيبات هادو راه كاينين حتى هما عند دروغري دايره 50 درهم الوحده.